الله الرحمن الرحيم. الاستعداد كما عرفوا الجميع كانت استعدادات كانت مزيانه، كانت متاخره شويه. اليوم حنا مع فريق اللي منظم، فريق اللي بدا يمكن في 20 جوي بالطابو ديال الدوسكور مده ثلاث اسابيع. فريق اللي جايب حتى مشاعر التعادل، جايب حتى الانتصار. حنا فريق اللي بدي ديالو بواحد 76%. اليوم نقدر نقول خسرنا جوج نقاط داخل الميدان، ولكن مطلوب حنا نقطه باش ما نكونوا صراحين. الفريق حسني كما قلت غادي خمس مقابل ست مقابل خصو يتقنوا اللاعبين مع الطريقه باش كنلعبوا. ان شاء الله لا خوف على الحسني ان شاء الله. كما شفت المقابله ما كانش سهله امام خصم اللي عنده لاعبين متمرسين، خصم اللي قوي، كلشي كيعرف فريق رشاد البرناسي بالقوه ديالو والتاريخ ديالو. الحمد لله سيطرنا على معظم اطوار المقابله. ضيعنا فرص اللي كانت تقدر تحسن المقابله في الشوط الاول. ما كتبش الحمد لله نقطه داخل الديار اللي هي المثابه الدفات، ولكن الحمد لله بعناصر شابه، عناصر جديده اللي تقدر تقول الكلمه ديالها. والحمد لله غادي المقابله نسيناها، غادي نستعدوا للمقابله الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونحاولوا نرجعوا باقل الاضرار ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا.